عودة لكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضيفتنا في هذه الفقرة مبدعة كويتية قدمت أفضل تصميم هندسي للخرسانات من قبل فريق المشاريع الهندسية للطلبة الخريجين في جامعة أريزونا الشمالية، وتأهلت لدخول مسابقة BSEI. هي فتاة يفخر بها الوطن. باسمكم مشاهدينا دعوني ارحب بالمهندسة دينا البستان، حياك الله مهندسة معنا. بداية لو بنتكلم عن هذه المسابقة، عادة كل مشروع تخرج يكون فيه مسابقة، لكن ان ناخذ جائزة او مسابقتنا او نحصل على مركز متقدم في اريزونا الشمالية، هذا يعتبر بحد ذاته انجاز. شلون كانت المشاركة؟ كانت المشاركة هي عبارة عن مسابقة سنوية تسويها شركة BSEI، وهي شركة على مستوى أمريكا. تمام. فطريقة المشروع أن أنا يعني أبدي من A to Z، أنا اللي أسوي الكونكريت ميكس، أنا أحسب كل الكالكوليشنز اللي محتاجتهم عشان أنا أبني خرسانة سابقة الإجهاد. تمام. هو مشروع هندسي صرف بحت. لون سهل للمشاهد، يعتبر شنو؟ قاعد نتكلم عن شنو؟ هي تعتبر خرسانة، إن هي معروف عنا الخرسانة لازم ما تنكسر، هي تكون حق البيت، فأكيد إن أنت ما تبيها تنكسر. تمام. بس التحدي اللي كان بهالمشروع إن هم يعطوني لود معين، إن أنا والله أبي هالخرسانة تنكسر لما أحط الضغط الفلاني، رقم معين، وهو الرقم كان 27 كبس. فلازم أنا أصمم خرسانة وأسويها أن لما يحطون هالضغط تنكسر عند هالرقم. ما شاء الله. كان في منافسة ولا ما كان في منافسة؟ إيه كان في منافسة. من وين؟ أي دول؟ على مستوى أمريكا، كل جامعات أمريكا. كانت كل الولايات موجودة، فيأخذون تصميم واحد من كل جامعة وبعدين يختبرونهم كلهم ويشوفون منو اللي كسر عند الرقم بالضبط، لأنه هو شيء صعب، يعني ما راح أنا أي أكسره بالضبط، بس يكون رقم مقرب. كنتي متوقعة هالنتيجة ولا لا؟ صراحة بالبداية ما كنت متوقعة، بس الحمد لله، يعني هو كان جهدي على 4 سنين علشان استفدت من دراستي، بس الحمد لله. الآن الفريق يضم منو تحديدا؟ الفريق يضم 4 أشخاص يتم اختيار. هو كان هالمشروع كان أقوى مشروع بجامعتي، فشون يتم اختيار الطلبة حق هالمشروع؟ يشوفون منو أقوى طلبة طول هال4 سنين، بعدين يختارونهم، يعني يجون الدكاترة يقولون حق عميد كلية الهندسة، والله هالطالبة نحطها بهالمشروع، هالطالب نحطه بالمشروع، فكذي يتم الاختيار. فيختارون مجموعة معينة. اي المنافسة، يعني نقدر نقول هذا الإنجاز باسم الكويت يطلع؟ أكيد اسمي موجود ويدرون أني من الكويت، ولازم يقولون أن أنا من أي دولة. الآن لو بنشوف العراقيل اللي واجهتك في أريزونا الشمالية تحديدا، أكيد في عراقيل واجهتك، وخصوصا مع الغربة وفترة الدراسة، شنو العراقيل اللي واجهتك دينا؟ العراقيل اللي واجهتني أن التحدي شوي كان صعب، خصوصا أن أنا يعني كانوا مختاريني حق هالمشروع من زمان، وعميدة كلية الهندسة قالت لي أنا بحطك بهالمشروع. ليش معنى؟ شافتني إن أنا أتأهل حق هالشيء، معن وهو يعني نكون إحنا لازم ندرس كتاب اسمه ACI، وهو أقوى تصريح بأمريكا، ولازم إحنا نتبع هالشروط عشان إحنا نسوي هالمشروع. كانوا داعميني شركة، وأكبر شركة في أريزونا هي تي باك. فكنت العراقيل واجهتني ان كنت بحزه فاينلز، والمشروع خذ مني سنه كامله. اي سنه كامله، وكنت لازم اروح درب ساعتين عشان انا اشوف ان شلون يحطون الصبه، شلون كل شيء اوكي. بشكل يومي؟ كان بشكل اسبوعي. اسبوعي؟ اي. وخلصت بعد سنه تقريبا. خلصت بعد سنه. دور الدكاتره المراقبين شلون كان؟ يتابعون؟ يتابعون اكيد. احنا يعني في دعم ولا ما كان في دعم؟ لا طبعا، يعني كان بحزه المشروع كل الجامعه بالكليه الهندسه ان مراقبين هالمشروع عشان هو راح يطلع باسم الجامعه. فكان هم عندنا ان دكتور متخصص بالخرسانات كان يسوي معنا ميتينجز كل اسبوع مرتين. زين ايش معنى اخترتي يعني هالتخصص بالذات؟ انا تخصصت بالهندسه المدنيه، لأن دائما كنت أحب
اشوف شلون الجسور المباني، وايد حسيت انه راح يطور من الكويت بالمستقبل. عقب سنتين شفت الحمد لله انا ماشيه بالهندسه المدنيه، فقلت خلاص اسوي تخصص ثاني. كان اتخصص هندسه ميكانيكيه، فانا تخرجت تخصص ميكانيكيه ومدنيه اي مع بعض الحين. تخرجتي؟ تخرجت ما شاء الله. بما انك تخرجتي واصبحتي مهندسه رسمي، خليني اسالك عن شوارع الكويت، شلون تشوفينها؟ يبي لهم شغل، يبي لها وايد في طاقه، يعني الناس قاعده تروح تدرس وتتخصص وتتعب وترجع البلد بتسوي شيء عندها انجاز. شنو طموحك؟ وين بتروحين؟ شوف انا اشوف طلبه المغتربين كاستثمار. الدوله تعطينا بعثه احنا نروح، فهذا اقل شيء ان احنا لما نرد احنا نشوف شنو تعلمنا من هناك نبي نطوره بالكويت. للامانه انا وايد شركات اتصلت فيني تعرض لي وظائف، بس رفضت ان ليش انا اطلع طاقتي برا؟ ليش ما اجيبها حق ديرتي؟ حلو، ففي طموح، في والله ودي ان نسوي شيء الفلاني، ودي الخرسانه اللي كنا مسويها باريزونا ممكن نطبقها بالكويت وغيره. اي لان يعني مثلا ان عندك مبنى تبي تبني دور ثاني فوقه، فليش يصير هدم؟ عادي ان انا من دراسه هالمشروع انا ادري ان شنو الخلطه اللي اسويها، شنو الكالكوليشنز اللي احتاجهم عشان انا ادري ان شنو الوزن اللي انا احتاج احطه عشان ما ينكسر المكان. دينا هذه لقطات من اريزونا. اي نعم. كلميني عن هاللقطات، شنو تعبر لك؟ طبعا هني لما كنت قاعد اقدم البحث كنا لازم نقدمه كل شهر، يشوفون كل مشروع ولازم اقدمه. هني لما كنت هني لما قدمته حق الشركه، هذه طبعا الشركه اللي هي تي باك اللي هي كانت الداعم الرسمي لمشروعي. تمام. دينا رايج باللي يقول لك والله خلينا نجيب لنا ناس يعرفون من برا ويسوون شوارعنا، ولا نجيب لنا مهندس جديد تو متخرج او مهندسه جديده تو متخرجه يبدون يالفون معانا؟ عندكم الرؤيه، حصلتوا على جوائز كشباب كويتي اتكلم، وبنفس الوقت عندكم ذاك الطموح اللي ودكم انكم تبدعون. صح. قادر الشباب الكويتي ولا مو قادر في هذا المجال تحديدا؟ والله انا اللي اشوفه قادر، بس يمكن انه يعني احنا مو محصلين التشجيع. يعني دائما مثل ما انت ما قلت انه خلي لنا واحد من برا، بس كان احنا تغربنا درسنا، ما قاعد نطبق الشيء بس نظري، قاعد نطبقه عملي، قاعد اشتغل مع شركات قاعد ياخذوني قاعد يدعموني. فمثل ما هم شايفين ان احنا يعني نقدر نتاهل حق الاشياء، ويعني احنا المستقبل بالنهايه. يعني احنا دائما نقول نتكلم عن الماضي ونفتخر بالماضي، بس راح يجينا يوم في ناس راح تفتخر فينا، فان احنا ليش بنطور من الحين يعني بالكويت؟ يا سلام. طيب الخرسانه اللي سويتيها واخذتي عليها الجائزه او المركز، في امل انها توصل الكويت؟ في امل انها ممكن نطبق نفسها او نطور عليها ونقدمها؟ اي اكيد. يعني كل الحسابات اللي انا سويتهم لمده سنه موجوده. الخلطه اللي هي خلطه الاسمنت اللي انا سويتها مو موجوده بولا مكان، انا مسويتها يعني هي باسمي، فنقدر نستخدمها ليش لا؟ سهله. اي سويها بالكويت. انت دخلتي فيها مسابقه بي سي اي؟ شنو؟ دخلتي فيها مسابقه بي سي اي؟ المسابقه هي تأهلتي لها، حصلتي على جائزة وما حصلتي على جائزة؟ هي قلت لك هي على مستوى أمريكا. يعني لازم يشوفون كل شيء، يعني كل ولايات. متوقعة؟ شنو توقعاتك؟ إن شاء الله. يعني لما نسوين إن إحنا كنا عندنا مثل سلندرات إن نختبرهم، وكانوا الحمد لله. يعني الدكتور قال لي نفس الأرقام، قال لي إيه يعني وايد، يعني وايد الرقم وايد قريب. أخيرا حدينا، بعد هذا الانجاز، بعد تعب السنين كلها باريزونا، بعد الانتقال من تخصص الى تخصص، كان الطموح واضح، كان الهدف واضح، الحين وصلتي حق اللي تبينه، رجعت الديره الحمد لله بسلامه. رسالتك لكل من يشاهدنا الان، سواء كان مسؤول يبحث عن طموح شاب مبتدئ، سواء عن طالبه مغتربه يمكن تشوفك الان في اريزونا، شو تحبين تقولين لكل من يشاهد؟ رسالتي حق كل الطلبه سواء بالكويت او الطلبه المتغربين، دائما كنت اشوف ان تيهم فتره يوصلون ان خلاص نبي نرد الكويت، او ان ما نبي نكمل، او ما نقدر. لا بالعكس، دائما الواحد يحط له هدف ويحط له طموح، لان انت لما تنجز وتطلع مثل ما يقولون اوت اوف يور كومفورت زون، هي المنطقه الامنه، وتتحدى نفسك، لما انت تنجز انت راح تفتخر بنفسك قبل لا يفتخرون فيك الناس. ودائما راح يحوشك احباط، يعني حتى الاحباط خلى شيء يعني موتيفيشن ان انت تكمل. تعبتي باريزونا؟
تعبت وايد. عساك على القوه. الحمد لله، عسى ربي ما يضيع تعب كله. شكرا لك المهندسه دينا البستان، عسى ربي يوفقك ان شاء الله. وهذا بالنهايه مثال يحتذى به في دولتنا الحبيبه دوله الكويت، من شباب وشابات عندهم طموح، عندهم اصرار، عندهم عزيمه، وعندهم رغبه في صنع الفارق في الكويت او خارج دوله الكويت.